انطلقت لجون بالرباط أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة الذي يترأسه كل من المغرب وتوكو. ويروم هذا المنتدى الذي يأتي في إطار تفعيل أجندة عشركة الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031 بلورة تفكير شامل حول الدوافع أو الروافع والتدابير الخاصة بدعم ديناميكة التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة مع تسريع جهود خفض التكاليف ذاتي الصلة لتتماشى مع أهدافية التنمية المستدامة في أفق 2030 والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة. L'objectif essentiel de ce colloque que nous organisons. إن الهدف الأساسي من هذا المنتدى الذي نظم بفضل جهود المملكة المغربية هو تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة. من الملموس جدا اليوم أن تكلفة أي تحويل للأموال في القارة الإفريقية لهو مرتفع للغاية بالنسبة للمغتربين الأفارقة. وبالتالي نريد هنا توعية المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص البنوك وجميع المؤسسات المالية بغية مراجعة تكلفة العمولات المطبقة من طرف البنوك عند تحويل الأموال في القارة الأفريقية من لدن هؤلاء المغتربين الأفارقة. أود أن أوضح الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع هذا المنتدى المتعلق بتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة. ويكفي هنا التعرف على حجم هذه التحويلات المالية لمعرفة أن الأمر يتعلق بمبالغ ضخمة للغاية يتم تحويلها من لدن هؤلاء المغتربين الأفارقة صوب مسقط رأسهم. وبالتالي تبرز هنا القيمة المضافة التي تطرحها هذه التحويلات المالية.